فعلا المفتاح. كان في تفقد المنطقه اللوجستيه اللي احنا بنمد منها المحافظه بالكامل. شفنا توافر السلع ازاي موجود جوه المحافظه. النهارده احنا موجودين هنا في مدينه ابو حمص وهنفتح كمان قبل الدور عشان نكمل معارضنا اللي احنا سلسله الحل بتاعتها. عايز اقول ان الاسعار حاله استقرار كامل جوه محافظه البحيره. عايز اقول ان الاسعار هنا مخفضه وصلت تقريبا الى 30%. كنا شايفين السكر والرز والدقيق بيباعوا ب 8 جنيه. يعني النهارده احنا شايفين اسعار كمان اقل من امبارح. فكل الشكر لكل الناس المتعاونه معانا من سلاسل الموجوده داخل محافظه البحيره. كل المصانع متعاونه معانا طبعا. بنشكر حضراتكم. بنشكر طبعا كل القائمين ومديريه التموين معانا على هذه المعارض وسائل رسائل المدن اللي بتتعاون معانا بصفه مستمره ومشرفه وعادة. ازاي الاسعار تستمر مستقره؟ كل اللي عايز اقوله ان محافظه البحيره في استقرار كامل في الاسعار، في توافر كامل في السلع وكلنا شايفين الكميات المعروضه. بنقول ان كل محافظه البحيره اهلها. اي حد يلاقي مكان فيه مشكله اختارنا يا فندم على الخط الساخن، احنا هنقدر نحل مشكلتك. ولكن في النهايه ما نروحش لاي تاجر جشع، لان احنا بنتابعهم ومرتبينهم وماشيين وراهم. احنا ما نروحش لحد يبيع غالي. تعالى في المعارض بتاعتنا هتاخد اللي انت عايزه. عايز اقول ان اعلن رمضان هي مبادره وزاره التموين والمحافظه وموجودين على الارض بنفس مبادره الدوله اعلن رمضان. بنقول في مبادره كلنا واحد من وزاره الداخليه. بنقول في المعارض اللي افتتحناها بتاعه وزاره الدفاع اللي هي موجوده عندنا وكذا معرض افتتحناه لحد دلوقتي. بنقول كل التوفيق لمصر. كلنا ايد واحده ومتكفين ان شاء الله عشان نحقق الاسعار. لكن في النهايه بنقول للناس ما تروحش تشتري مكتب غاليه. خليك معانا عشان طب مع هذا الاقبال الكبير اللي احنا شايفينه النهارده، هل السلاسل دي هتستمر طوال شهر رمضان؟ مستمره، مش هنقطع خالص غير لما الاسعار لحد بعد العيد ان شاء الله. نشكر حضرتك يا فندم.